بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الدعاء عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار. الدعاء دعاء الأخرين أيو عند سماع مقلد أكتاد لمقلو صياح الديكي ديخ خيل ديسا يوانهيق الحمار يودمارك خيل ديسا. إذا قلت سمعتم أدمقشان صياح الديك ديخ خيل ديسا فاسألوا الله الله سبحانه وتعالى ويديست من فضله ديرات كيسا، فإنها أيد رأت ويأركت ملكا ملك. وإذا سمعتم هداد مقشان نهيق الحمار دمرك قيلدي ساء مهراجي ساء، فتعودوا كم من قلب الله ألا من الشيطان شيطان، محي إلي فإنه شأن يرى وحو أركيا شيطانا الشيطان أي أركيا. الدعاء دعاء الأخرين عند سماعي مقلد أكتئ إذا لم أقله نباح الكلاب إياش قيلدودا بالليل هبينكي. إذا قرتي سمعتم آد مقشان نباح الكلاب إياش قيلدودا إيو نهيق الحمير دمرياش قيلدودا بالليل هبينكي، فتعوذوا كما انقلب الله ألا منهن أيغا ويان قيلدود ويان، فإنهن محايل أيغو يرون وي أركيان ما لا ترون وح آذان أركينين وح إذنك آذان أركينين أي أركيان. الدعاء دعاء لوغ دعين أيو لمن سببته قفك آت عيسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوده اللهم الله يو، فأيما مؤمن المؤمن كست سببته أن عيي فجعل ذلك أرنك أغيي له أسغى قربة دواشو إليك حقاق أسو دواذو يوم القيامة ما لنت قيامها. ما يقول وحوده المسلم قفك مسلمك إذا مدح المسلم قفك المسلم دو أمانو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبي صلى الله عليه وسلم وعدا إذا كان هدوء هذا أحدكم متكينا ما دحن مت أمانا يا صاحبه وصاحب كيسا لا محالة شك لآن، فليقل حده أحسبوا وحن ملينا يا فلان والله ألا حسيبوا كافي كيسا إنو يهي كافئوه، الله سبحانه وتعالى أيا كافئوه. ولا أزكي من أمانا على الله ألا دشيس أحدا أحد أحسبه عن أملينا يو إن كان دو هذا يعلم مت أقدالك أرنك كذا وكذا سذا إيو سذا. ما يقول المسلم وقفك مسلم وحوده يو إذا زكي مركي العمانو وحوده يا اللهم لا تؤاخذني، اللهم الله يو لا تؤاخذني هاي قبن مما وحي يقولون أي دهيان، واغفر لي إيدم بداف ما لا يعلمون وإيداف ميان ما لا يعلمون وحي يغأوين، وجعلني إيغيان خيرا خير مما يظنون وحي ملينيان. كيف سذا يلبي لو تلبي سنيو المحرم قفك محرمك أتلبي سنيو في الحج حجك دحديسة أو العمر أي عمر هذا. عودها يا لبيك اللهم لبيك لبيك وانكو أجيبي، اللهم الله يو لبيك وانكو أجيبي لبيك لا شريك لك وأقول له وذاك مجر ولبيك ومركاسي لبيك وانكو أجيبي، إن الحمد مهد والنعمة نعمة لك ذي كوسقناتي والملك يبقرتوي لا شريك لك وحمركاسي كل وذاك ملهن. التكبير تكبير إذا أتى مركو يمادو الحجر الأسود حجر الأسود حجر حجر أسودك مركي ليمادو. ضافوا ضوافي النبي نبي صلى الله عليه وسلم بالبيت بيتك على بعير رتكر كيسا، كلما أتى مركز تاتو الرقن حجر الأسود ويان أشار إليه حق سأيو إشار جري بشيء وح عنده أكتس هذي وكبر وتكبر سنجري. الدعاء دعاء الأخرنا بين الرقن اليماني رقن اليماني انت أدحيسة إيو الحجر الأسود إيو حجر الأسود كوحو له جري. ربنا ربي وآتنا نسي في الدنيا أدوين لحدي حسنة وناك وفي الآخرة ما أنت في الآخرة آخر لحدي ذنا نسي حسنة وناك وقلنا نقبت بادي عذاب النار نرت عذابك.
دعاء دعاء الوقوف استاجد لا استاجوا على الصفا صفا كركيدا بورتا صفا كركيدا والمروة يبورتا مروة كركيدا مركي لا استاجوا دعاء الوجود دعاء سنة يويان لما دنا مركو كسر دوادي النبي نبي صلى الله عليه وسلم من الصفا بورتا صفا قرأ وحو أقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله صفا يمروة وحي كمتين شاعرت الله سبحانه وتعالى أبدأ وحن كبلاوية بما وح بدأ الله به إله سبحانه وتعالى كبلاوية أي كبلاوية فبدأ وح كبلاوية نبي صلى الله عليه وسلم بالصفا بورت الصفا يكبلاوي فرقيا وكو استاغي عليه دشيسا حتى رأى إلا وأركي البيت بيتك فاستقبل وقابل قبلة قبلة ووحد الله إله يكلي لي توحيد ويان وكبر وتكبر سده وقال وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله معود حق الوعد مجرى إلا الله علمه وحده كل كيسا أنجز وفلي وعده بلن كيسا ونصر وقرقار عبده أدون كيسا وهزم وجوي الأحزاب إسبهيسيا وحده كل كيسا ثم كذب دعا ودعا يستيبين ذلك أرنك أنت أدحيسا قال وحودا مثل هذا كان أكل ثلاث مرات سدح مر الحديث وفيه دحديث حديث كوحا هذه ففعل وسمي على المروة مروة وحو كسمي كما فعل سوء كسمي على الصفا صفا دعاء ودعاء لأخرنا يوم عرفة ما لنت عرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحودا خير الدعاء دعاء وحا أخير بذن دعاء يوم عرفة دعاء لدعاء سنة يوم ما لنت عرفه وخير وحا او خير بدل ما قلت وحان دهي انا اي والنبيون نبي ذا ايه ريسي من قبل ايه ريسي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذكر ذكر الاخرنا عند المشعر الحرام ركب وكفولي النبي نبي صلى الله عليه وسلم القصواء حشيس قصواء الهجري حتى اتى الى ايمادي مشعر الحرام فاستقبل وقابل قبل قبل ذا فدعا ودعا وكبره وتكبير سده وحلله ولا إله إلا الله ووحده وكلي إلي توحيد ويان الله سبحانه وتعالى فلم يزل كمزول واقفا أصوتاقا حتى أسفر إلا واقع أبري جدا سئات أبري فدفع رقاقي قبل أن تضلع الشمس أخرى انتسان صبح كهر التكبير تكبيرت عند رمي الجماري لغحيدا توريتان كذا أكتذا تكبيرت الأخنى مع كل حصات قرورح كستا يكبر تكبير سنة كلما رمى مركز تؤتر بحصات قرورح عند الجمار الثلاثي سدح ذا يعني سدح ذا بروتويا ثم كذب يتقدم خرأي دقاقي ويقف استاغا يدعو دحيسناي مستقبل القبلة سو مركز قابل سن قبلة رافعا يديه لوديس غعمودنا كور اوتاغن بعد الجمرة الاولى جمرة كوات كذب ايوا الثانية اي جمرة لوات اما جمرة العقبة جمرة عقبة ليرادو فيرميها وكتوري ويكبر وتكبر سناي عند كل حصات قرورح كستا وينصرف وقدومي ولا يقف ما استاغن عندها أكتادي ومركز جمرة العقبة ويان دعاء ودعاء الأخرين التعجب يابك هذا واحد لا يابتد دعاء الأخرين يسد واليو والأمر الساري يأرن فرحت هذا أردتو أما أتلكو لنتو وعطيه سبحان الله إله سبحانه وتعالى يا حمان كنازهان يو الله أكبر هذا تعجبتو سبحان الله ديسا أرن لا ياب لا أردتد هذا مركز فرحت أرن فرحت هذا أركتز الله أكبر يا ديسا أما دا فرح ذي حتى ما يفعل وحسمان أيوما أتى وقفك بما ذا أمرا أرن يسر فرح قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحو أهانجري إذا أتى ودو بما ذا أمرا أرن يسر فرح قلنا أو أما يسر به لغو فرح قليو قرر ودعجر ساجدا على ذو أسو سجوسا سجود أيو ودعجر شكرا لله أسو إله سبحانه وتعالى كشكرنا أيو تبارك وتعالى ما يفعل وحسمينا ويقول ودها يوما أحس قفك دراما وجعا حنون في جسد جركيسا
ضع لك يدك جعنت على الذي متك تألم حنون من جسدك جرك مش حنون يسو جعنت ساريس وقل له بسم الله له ثلاثا سدح مر وقل واحد ترى هذا سبع مرات تضمر أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر أعوذ وحمد انقلها بالله الله وقدرتي أوديس من شر ما شركيس كما انقلها أجد أن هلي وأحاذر أن كدكتون هذي دعاء ودعاء من خشى قفكي كعبصد أن يصيب إن أسيبت شيئا وح من بعينه إشيسا قفكي مركز كبقى إشيسا إن وح أسيبته وح مركز أورهيو الدعاء ودعاء من خشى قفكي كعبصد أن يصيب إنه أصيب شيئا وح بعينه إشيسا إذا قرت راء وأرك أحدكم متكنا من أقيه ولا الكيسا أو أما من نفسي نفتيس أو من مالي أما حوليس ما وح يعجب وعجب قليا فليدعو أو دعي له أسباب البركة بارك الله فيك وليرادو معايلة فإن العين إشا حق حقويا قفك يكون دعي سادك لإشا مركا دا أركتو أدا كحبسة قفك إشا دي إنا يكون دعضو ومركا سحطر هذا بارك الله فيك أما ما شاء الله ما يقال وحل لها عند الفزع أرققحا أدو كوغو دعم حديثا وعديثا لا إله إلا الله ما يقول وحده عند الذبح قورعده أكتاد أو النحر أما دون روغة وحدا قورعيسو أما دون روغيسو وحلها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني بسم الله يا ريسا الله أكبر اللهم الله يو منك حقاق هذا ولك ذي وكسق ناضي اللهم الله يو تقبل مني إيقا أقبل ما يقول وحده لردي علنت كيدي دغرت مرادات الشياطين الشياطين تكوى مركز مدح ادق دغرت خاف كله علينا يوم اعوذ وحلها يا اعوذ بكلمات الله اعوذ وحمدن قال بكلمات الله كلماتك الا طامات المسترن التي تاسو لا يجاوزهن ان دافكرن بر تقي ولا فاج لا يجاوزهن ان دافين بر باري تقيويا يعني ولا فاجر متفاجرة من شر ما شي شركيسا خلق أوري وبراء أوري وذراء يعني خلقي ومن شر ما شي شركيسا ينزل سودقي من السماء سمدك سودقي ومن شر ما شي شركيسا يعرج فولي فيها دحذيدا ومن شر شر ما شي شركيسا ذرى أوري في الأرض دولك دحذي سكو أوري أو شره أيان كم ينقلها من شر ما شيء شركيس أيان كم ينقلها يخرج كسو بحية منها حاجة ذي دلكويا ومن شر شر أيان كم ينقلها فتن الليل هبينك في النادي سي والنهار مالينك ومن شر كل طارق متكست بينك جورينا الشركيس أيان كم ينقلها إلا طارق متجورينا يا موري يطرق كبينا يو قراعيو بخير خير وضموي بتقولي قر وذموي يا رحمن الله رحمن كأهيو الاستغفار استغفار تأي والتوبة توبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحدهي نبتقولي أن حرسكر كي ساهات والله قال والله قال أيام كدر تأي إني أنا قال استغفر الله إله سبحانه وتعالى دم دب أيام ويدي سنيا وأتوب إليه وأن الله بنا يا حقيس في اليوم مالنتي أكثر وحكبة من 70 مرة تضوات مر وقال صلى الله عليه وسلم وحده يا أيها الناس ددوا توبوا إلى الله إله سبحانه وتعالى أتوبتك هنا فإني أتوب أنيق وحن أتوبتك هنا في اليوم مالك إلى حقي 700 مرة بقل مر وقال صلى الله عليه وسلم وحده من قال قفك يراد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له إلهي وأدافيا ذنبي سميا وإن كان حباء هذا فر متكعرر من الزحف يعني صفك جهاد كبيا وقال وحده صلى الله عليه وسلم أقرب ما شيء قوده يكون أهانا يا الرب ربك من العبد أدونك في جوف الليل هبينك على شي سميا آخر أنا بينك آخرك قبت أدن بيس دحذي أدونك إله سبحانه وتعالى وقوده يهي فإن استطعت أداد أودي كرتيد أن تكون إنات نقطة ممن قف يذكر الله إله سبحانه وتعالى حسيا في تلك الساعة ساعدها فكن نقو يعني حديث كان وحنك قاذينينا أدونك إله سبحانه وتعالى أكتي سوح وقلوي هاي هبينك قابت الدنبي قفك استاقه وإله سبحانه وتعالى حسا
وقال وحده صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد أدونك وحو أقوله بيهي من ربي ربي سحقيسا وهو ساجد ومركز جسيهي فأكثر بذيء الدعاء دعاء بذيء. وقال وحده صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، يعني شأن ليغان يعني دبولت قلبي وعلى دبولي، إنه شأن ليغان وعلى دبولي على قلبي قلبي وعلى هالمنسين ياويا، وإني أني لا أستغفر الله إله سبحانه وتعالى وحن دم لفي دي سنية في اليوم مالك دحدي 100 مرة 100 مرة بقل مرة يا ويدين سيدا لا يغانك وحويا ودبولت أما السهوي. فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فضل إليه التسبيح سبحان الله اللي يرادو والتحميد الحمد لله والتهلا إله والتكبير الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم وحدا من قال قفك يرادو سبحان الله وبحمده في يوم مالنت دحدي 100 مرة بقل مرحوضة وحا له بينيا خضاياه قفف كيسا دم بكيسا ولو كانت هباءها تي مثل زبد البحر، يعني بده هرر كيدا أو كلام هدوية حتى لأكي حتى دم بكيسا إله سبحانه وتعالى وضافيا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال قفك يراد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار تومر كان وحو أهانا يا كمن أعتق قف حرية أو كلام 4 أنفس أفر نف من ولد إسماعيل نبي إسماعيل عرورتي سكمتا. وقال صلى الله عليه وسلم وعدا كلمتان لو كلمة ذوت خفيفتان أو خفيفة على اللسان عربك خفيف كوا تقيلتان كعلس في الميزان ميزانك حبيبتان لو جعل بذيها إلى الرحمن الله رحمنك أكتيسا وسبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم وحده إلى أن أقول إن يراد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيا أحب أن أجعل بدنها إلي حقيقة لو جعل بدنها بين أحب إلي لو جعل بدنها مما طلعت عليه وحمركاس أدلته الشمس قرحذا، يعني أدنك أدن أكتر وحا أقيم بدن أو أجعلها بيان كلمات كان بيان سبحانه الحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر. وقال وعد صلى الله عليه وسلم أيعجز ميو دالي أحدكم متكين ميو كدالي أن يكسب إنه كسبت كل يوم ما لنكست 1000 حسنة يعني كن حسن. فسأله وويدي سألوا من تويدين يا من جلسائه جلسدي سكمتا كيف يكسب سيدو وكسبنا يا أحدنا متكين وشقي سنيا 1000 حسنة كن حسن. قال وحد النبي صلى الله عليه وسلم يسبح وتسبيح سنيا 100 تسبيحة بقل سبحان الله بقل مر فيكتب له وحل قرية 1000 حسنة كن حسن أو أما يحط وحا له بنيا عنو حقي سلقة ترتريا 1000 قطيئة كن مركز الدنبئة. من قال قفك يرى سبحان الله العظيم وبحمدي غرست وحلو تلالي له أسجى نقلة تمرت في الجنة جنة الحديدة. وقال صلى الله عليه وسلم وعدا يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك مكتسنيا على كنز كنز كيت أو من كنوز الجنة جنة كيدت كذا كمتا. فقلت وحان دا ودا بلا ها يا رسول الله رسولك إلهي. قال وحو دا رسول صلى الله عليه وسلم قل وحد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله وكنز من كنوز الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم وحو دا أحب الكلام كلام وحان لو جعل بذنها إلى الله ألا أكتيسا وإله سبحانه وتعالى أجعل بذنها أجعليها 4 وأفر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويان لا يضرك كما دوين بأيهن مدودي بدأت أتكبل أودت. جاء وحي يمد أعرابي من الربادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمت فقال وحوداي علمني إبر كلاما هذا الأقول له أن دهيو. قال وحوداي قل وحتي هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال وحوداي فهؤلاء لربي كوان ربي أي إسكالة فما لأني محان لي أيوين. قال وحد أنه صلى تقول وحد ترى هذا اللهم الله يغفر لي إيدا مداب ورحمني إي نحرس وهديني إي هنوني وارزقني إي أرزاق. كان الرجل نن أي وحو أهانجر إذا أسلم مركو إسلامي علمه كان نن أي كان الرجل نن أي وحو أهانجر
أما نن أيا أها إذا قرتي أسلم أو إسلامي علمه وبرى النبي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة ثم كذب أمر روح أمر أن يدعو إنه كد عيسته بها ولا بها ولا الكلمات كلموين كأنه كد عيسته اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني إن أفضل الدعاء دعاء وحوف فضل بدن الحمد لله وأفضل الذكر ذكر وحوف فضل بدن لا إله إلا الله الباقيات الصالحات كو مركز باقي نقونا يا أو ونكسن وحويان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف سيديبا كان وهانجر النبي صلى الله عليه وسلم يسبح وتسبيح سنجري أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وحوداي رأيت وحن أركاء النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعقد كجنتنيا التسبيح التسبيح ذا وفي زيادة زيادتك الوحيلة بيمينه قعنتي سمدك أي النبي صلى الله عليه وسلم كجنتن جري وكحساب سنجري يعني تسبيح ذا إيو وحي أذكرت وحي لمتا من أواعي الخيرات نوعية الخيرات كي والآداب لجامعة آدابتا أو المركزي لسو كل ميي قال وحدا النبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دعاء هذي جنح الليل جنح الليل جنح جنح الليل جحن يعني جنح الليل جنح وحل أقوضا يعني مقدية وينك مركو مقدية أو أما مقدية قالوا أو أما أمسيتم أدقل بيستان فكفوا علي سبيانكم عرورتين محاي قروا كو عليوا بنانكي بحن فإن محايلة فإن الشياطين تنتشر ويفافي سحين إذي حليا فإذا ذهب مركو بحو ساعة أو من الليل وين كمتا حال ساعة وكالادي بحضو يعني فقلوهم سيدايا وأقلقوا الباب هذا حراء وذكروا اسم الله إله حسى وحيلا فإن الشيطان لا يفتح مفر بابا الباب ومغلقا لحري وأوكوا دبولا قربكم يعني سبراركينا مويلشينا دبولا وذكروا اسم الله إله سبحانه وتعالى حسى وقمروا دبولا آنيتكم ولشينا دبولا وذكروا اسم الله إله سبحانه وتعالى حسى ولو أن تعرضوا هذا السارتان عليها كرك شيئا سارتان ولشينا يوحي لمتا يعني وأدفئوا دمية مصابيحكم في نسياشينا نرالكين يوحي لمتا أركو حالة دونة يا هبينكي يعني هدي هبينكي أصوغلو عرورتي إن مركاسي لا عليو بناك إسان بحن حي على الشيطان أي مركزي سعونية أي في ذيان لكن حلسة يدوي ما يمكن أبحه مركزي داية الببدينة مركزي حرتة إلهي سبحانه وتعالى كحس مجعيسه كحرة محي على الشيطان كما قال الباب حيران ويلشين سبرارتين دوالة إلهي سبحانه وتعالى حسا يعني ويلشين دوالة إلهي سبحانه وتعالى حسا يعني محلي هذا حتى ويلشين وحسارة وحسارة يعني الدمية فانسية دينا إن لك يوحي لمتا صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.